الخبر التاني بس هيبقى أي خبر مركب شوية، فالناس ركز معايا. محمد الشناوي بكرة، خلاص بقينا النهاردة، محمد الشناوي هيجري جراحة بعد كسر في مفصل الكتف. كسر في مفصل الكتف النهاردة اتعمل له الأشعات والفحوصات اللازمة، وتم التواصل بين طبيب النادي الأهلي والطبيب الألماني وطبيب المنتخب والطبيب الألماني، وكلها الحمد لله تطمينات أنه الجراحة بكرة تبقى الدنيا أو النهاردة تبقى الدنيا سلسة. والشناوي نفسه حالته المعنوية بقت أحسن شوية. طب الكلام اللي طالع أنه مدة غياب الشناوي في هذه الحالة، الأمر تم تحديده مبدئيا من 4 لـ6 شهور، من 4 لـ6 شهور، ولكن أنه العلاج الطبيعي وفترة التأهيل عليها عامل كبير جدا. يعني بعد ما الشناوي يرجع من هذه الجراحة والتأهيل والعلاج الطبيعي، فبالنسبة له ده هيبقى عامل مهم جدا أنه الشناوي يرجع بسرعة إن شاء الله. الأهلي عنده ارتباطات كتيرة جدا، عنده دوري أبطال وعنده دوري وعنده كاس، عنده ملحمة مباريات، فبرضو الأهلي مش ساكت. الأهلي بالمناسبة شكر المنتخب هاتفيا أنه أنهى الإجراءات بسرعة، أنه الشناوي ما يرجعش مصر ويطلع من كوتيفوار على ألمانيا، عشان كده هتبقى الموضوع هياخد وقت والجراحة مش محتاجة تأخير، فهم وجهوا لهم الشكر على هذا الأمر. فالشناوي فترة الغياب، وفضل عندنا أيام في فترة القيد، فالنادي الأهلي قال لك أنا مش هينفع أكمل بمصطفى شوبير وحمزة علاء، ليس تقليلا من الثنائي، مصطفى شوبير خد ماتشات وقادر يشيل الفرقة، ولكن لا قدر الله ماذا إذا حدث مزق، شد، أي مشكلة أو أي إصابة، فهتعطل الحراس، والأهلي مش هينفع يدخل هذه البطولات أو هذه المباريات الكثيفة اللي بيلعب فيها باتنين حراس فقط. فبدأ يحط النادي الأهلي سيناريو، السيناريو ده أنا لازم أجيب حارس عنده خبرات. وعلى الترتيب اللي هقوله لحضراتكم، علي لطفي حارس النادي الأهلي اللي موجود دلوقتي في زد. طب هل زد ينفع يسيب علي لطفي؟ أنا بقول لكم معلومة، زد قايل للنادي الأهلي يا مرحب، اللي أنت عايزه خده، أنت فاتح معايا الخط ومديني لعيبة وقفت جنبي، فأنا ما أقدرش أقول لك لأ. بس في هذه الحالة، نادي زد هيجيب هو يعني حارس تاني، لأن هو يعني هيحاول يلحق يدور يجيب حارس تاني، هيبقى عنده حارس يقف بس محتاج يجيب حارس تاني معاه. نمرة 2، محمد بسام حارس سيراميكا، ولكن سيراميكا حسب ما علمت يعني أنه قال لك هديكوا بسام حاجة من 2، اديني مصطفى شوبير لان مش هلاقي حارس دلوقتي وانا بقيت اوصل كاس رابطه ونهائي وعندي ماتشات، يا اما ندخل الموضوع في احمد عبد القادر وصلاح محسن، لان الموضوع ماشي بين سيراميكا وبين النادي الاهلي، هات وخد صفقات، مفيش هات وخد فلوس، ماشي هات وخد صفقات. الاخير هو محمد ابو جبل الحارس الذي سيكون حارس اول للمنتخب في المباراه المقبله، بنسبة كبيرة يعني انه النادي الاهلي بيجس نبض ابو جبل، ولكن ابو جبل كان عنده شرط جزائي، عشان الناس اللي بتقول عنده شرط جزائي، بس الشرط الجزائي كان في اول موسم السنة اللي فاتت بس، خلص وراح لحاله. ولكن يتبقى ان ابو جبل بياخد عقد 13 مليون جنيه في البنك الاهلي، وعلشان النادي الاهلي يخلصه من البنك، البنك برضه لسه هيدخلوا معاهم في حسبة فلوس، وحسبة يجيبوا مين بديل اخر او ياخدوا صفقات. من الألف للياء دي كانت حكاية محمد الشناوي، من الإصابة للبديل المنتظر له داخل النادي الأهلي.